إنه لمن المؤسف جدا أن نسجل هذا الصباح واحد النوع ديال الهجوم، واحد النوع ديال الإنزال ديال مختلف أشكال ديال القمع، الكيران ديال الجدرمية والصافيطات وليزومبيلونس كيحاصروا المحجرة هذا الصباح من كل الطرق والبوابات اللي كتدخل هذه المحجرة، وكيجيبوا الشركة كيجيبوا شاحنات اللي فيها الالياس ديال الشركة يدخلوهم. واش انتهات في هذه البلاد؟ وصلنا حتى لهذا النوع ديال السيبة والحكرة؟ واش هاد المسؤولين وهاد الجدرمية ما بقات عندهم خدمة؟ دابا راهم جالسين في المحجرة حساسين على الشركة كتنصب الماتريال. حنا بالنسبة لنا في الهيئة كنا نبهنا من المخاطر اللي ممكن يمشي فيها هذا الملف، إلا أنه الآن تأكدنا علم اليقين بأنه كاين ضغوطات وكاين تعليمات كبيرة، لأنه ما نقدرش نستوعب واحد المرأة الآن مقابعة في السجن، اعتقلوها نهار الجمعة دسوها في السجن باش هاد النهار يجي للمخزن مع الشركة ويدخلها. إذن هنا حنا كنفهمو بأن الاعتقال ديال خديجة والاعتقال ديال المواطن اللي راه معاها الان ما هو الا واحد الطريقه ديال التكميم وديال الحكره وديال تحلمو. داروها في السجن هاد الصباح، صبحت القوة العمومية كتفرش الطريق للشركة باش تدخل المحجرة. حنا على عيين في هاد الملف، عبرنا على موقفنا ديال الإدانة وقلنا هادشي خطير، وكنقولوا هادشي خطير لأنه النزاع ما بين الورثة وما بين هاد الشركة انتهى في المحكمة. المحكمة طردت الشركة، المحكمة نفذت الطرد، ولكن الآن دايرين واحد الملف إداري لكي يتحمل فيه الوالي ديال الجهة توقيع الترخيص لإقامة محجرة في هذا المكان. إلى درنا في الميزان قرار إداري ديال الترخيص بإقامة محجرة مع حكم، كنلقاو بأنه في هذا المغرب قرار إداري وقعو الوالي كينتصر على حكم باسم الملك، حكم باسم الملك اللي قضى بالطرد واللي قضى بتعويض الشركة لفائدة الورثة، ما قدرش يصمد أمام القرار ديال الوالي. هاد الملف بصفة أولى كنطالب النائب البرلماني ديال مدينة زايو، لأنه كان واعد هاد الساكنة في الأيام ديال الانتخابات وقال لهم أنا غادي نكون بجنبكم باش ما تكونش هاد المحجرة في هاد الدوار. النائب البرلماني لحد الساعة ما دارش ولا تدخل عن جهة معينة. إلا كان دار رسالة بأعوان ديال السبيطار وقفهم الآن، أنا كان طالبه في هذا الصباح باش يتوجه الوزير الداخلية بسؤال كتابي، من يتغ
يتغولوا في جماعة ولاد السوت ويحتقروا حكما صدر باسم الملك. هذا هو السؤال اللي بغينا نعرفه. ثانيا بالنسبة لهاد الجماعة ديال ولاد السوت، إذا كان الدور ديالهم هو ينوبوا على الناس ويمثلوهم، أنا كنقول في هاد الحالة من النساء ديال ولاد السوت راهم في السجن ظلما وعدوانا من الشباب ديال الدوار ديال عربة سكنة العصا وفراق. أنا كنطالب المجلس الجماعي ديال ولاد السوت باش يعلن الاستقالة ديالو من تدبير هاد الجماعة إلى حين رد الاعتبار هاد الدوار. إلا كان العامل كيضغط والوالي ديال الجهة كيضغط وهاد الموالي الفلوس كيضغطو، حنا العمل ديالنا في الضغط ديال الجماعات ولاد السوت. نتوما كتنوبوا على هاد الناس انتخبوكم باش يلقاوكم بحال هاد النهار. إذن دابا راسلوا العامل قولوا له إلا بغيت تدي النساء ديال ولاد السوت للحبس ظلمان وبغيتو تعطيونا العصا وهجمتوا هاد النهار، واش داكش يعني العشرات إلا معقول المئات ديال القوة ديال التدخل؟ ودابا راهم دايرين واحد السيركل مخليين الشركة كتشتغل في الوسط وحتى واحد من الدوار ما يدخل لهاد البقعة. الآن دابا راه كاين الأشغال تما كيقول الموقع ديال زيو سيتي. إذن هذه مناشدة ديال هاد المسؤولين، مناشدة قدموا الاستقالة احتجاجا على الضغوطات اللي راه كديرها الدولة المخزنية على هاد الفلاحات والفلاحين الفقراء. ثانيا وبالنسبة للقرار ديال توجه للعمالة مشينا على الأقدام، حنا بالنسبة لينا في الهيئة رحنا معاكم منخرطين معاكم فلتبدأ مسيرة المشي على الأقدام في اتجاه عمالة الناظور من أجل فك الحصار المضروب على الدوار ديال عرابات. وبيختم الكلام، كيبقى كنناشدو كل السكان ديال الساكنة ديال مدينة زايو باش تلتحق تدعم هاد المسيرة اللي غادي تحرك الآن في اتجاه العمالة ديال الناظور من أجل قول لا للحقرة. وراها الدوار محقور بزاف، ورا خديجة المعتقلة الفلاحة قضية ما يمكنش واحد المرأة 15 عام وهي في المحكمة وحكمت ليها المحكمة ولها كتلقى راسها في السجن. هذه رسالتنا لكل الغيورين باش نلتفوا على هاد الدوار وعلى هاد الفلاحات والفلاحين، وتحية نضالية. صاحبة الحق اللي عندها هاد الحكم ربما راها في السجن، هذه انا مازال ما بغاش تفهمني يعني. وفي التالي صيفط وكيل الملك للحبس، هذا راه ما كيتقبلش. وعلى اي هذا الشيء راه الا استمر في زيو
سيولد الاحتقان وسيولد اكثر. وكان تكلموا الذكرى ديال ولاد عمامو راه كما كنقولوا كتعرفوا اسمو داز فهاد الملف ديال المحشره. وباقي عندي المحاضر قد هكا ديال العمال وديال مندوبيه التجهيز وديال البروتوكولات الخاويه ديالهم. كنتو كتقولوا لنا لو كان في العهد القديم كنا احنا مع حجره الكناريف كنذكركم المسؤولين. كنقول كتقولوا لنا لو كان كلمي الفطري لو كان هزينا السيد وديناه لجهه اخرى، ولكن راه قديم وعنده عمال والسيد هو جديد. يلا ورينا ديك الهضره. انا كنقول لكم دائما ما غتقدروا ديروا والو سواء جديد ولا قديم. لا بكيتو الطراعي ولا حرمه المراه لا حرمه الاطفال. كنحيي هاد الصحافه اللي راها مواكبه معنا هاد الحضور ديالنا، وكنحيي الفلاحه اللي جاوا حتى هما لهنايا اللي حاسين بالضرر، والساكنه كذلك، وكان ازرو مولات البلاد اللي راها حاليا في الحبس، وكان ازرو واحد الاخ ديالنا حتى هو راه في الحبس. وكنقولوا حنايا لا للمحجره، ما بغيناش هاد المحجره تكون. وهذه عام حنايا كنطالبوا بهذا الشيء، كنقولوا لهم ودي المحجره راه فيها اضرار، كنجيو كنسقيو على الاضرار ديالنا. ما كاينش اللي كيعطينا شي اعتبار، وما كاينش اللي كيسوق لينا. ولينا في واحد القانون اللي سميتو قانون الغابه، القوي ياكل الضعيف. يعني هذاك قوي ما قوي الا الله، قوي بالمال وبالجاه، يعني عنده شي مسؤولين ولا شي متواطئين معاه. جا فرض علينا هاد المحجره بالسيف، حنا ما بغيناهاش. هاد النهار هذا وصلت لنا للعظم بزاف، ما قدرناش نصبروا. السيد جاب واحد القوه كبيره بزاف، عين باين، دخل علينا هذيك القوه وكيحط الماتريال كينزلهم، وحنا كنشوفوا وكيضحك علينا من الفوق كيقولنا يعني ما عندكم ما ديروا. سواء كنتوا فلاحه او كنتوا مواطنين او كنتوا اللي تكونوا، غادي نهضمكم كما كان سبق. قال واحد الهضره، هذا الاخ ديالنا اللي راه في الحبس كان واقف ابغى يوقفهم على الضرر وعلى باش ما ينزلوش الماتريال، قال له طحن امه وقتل يماه، ودابا هو واقف في الجبل وكيضحك علينا وكيقول لنا غادي نقتل يماكم. يعني ما كاينش شي حاجه شي سبيل كادي نديروا. حنا كنناجدوا المسؤولين، حتى المسؤولين ما بقاتش عندنا الثقه فيهم. حنا كنتوسلوا لجلاله الملك، كنتوسلوا له كنقولوا له شوف فينا بعين الاعتبار، راه هاد السهل ديال الصبره ضاع. الى قامت وهي راها باغيه تقوم هاد المحجره هذه، راه هاد السهل ضاع. الخطوه الاولى جينا هنايا درنا شكايه، درنا التعرض، تعرض 38 تعرض، يعني علمونا بيومين. والملف طلع من هنا من زايو من الجماعه ديال ولاد ستوت، وبغيناه ينتهي هنا. هاد الملف بغيناه هنا ينتهي وهنا يبلعوه، هما اللي مسؤولين. احنا حتى واحد ما كيعطينا الاعتبار، وحتى واحد ما كيشوف فينا بعين الرحمه. واخا احنا كما كيقولوا الاخر احنا فلاحه وقادين بشغلنا، ولكن جينا هنا دابا كنلتمسوا وكنناجدوا جميع الفلاحه وجميع السكان ديال صبره. كنقولوا لهم راه هذيك المحجره راه فيها واحد النوع ديال الغبره، كربونات الكالسيوم، واللي عطات له الموافقه للبيئه وعطاو له الموافقه من هنا باللي هذيك راه ما غادي دير والو، راه اي حاجه. هذيك العجاجه مضره بزاف بالنسبه للاشجار وبالنسبه لحياه الانسان. احنا كما كتشوفوا هنايا في المغرب راه حنا مرض، ولا مرضنا راه ما كاينش اللي غادي يداوينا. المسؤولين راه عندهم في كيداووا، شي كيديوها لفرنسا، شي كيديوها خارج البلاد كيداويوه. حنا الا رقاسنا الربو ولا قاسنا بوحمرهم في العينين بهذيك العجاجه هذيك راه ما غاديش يداويونا. وهذا هو اللي راه غادي نرجع له. كنقول لك قانون الغابه اللي القوي ياكل الضعيف، وحنا كنطالبوا من جميع الفلاحه يلتحقوا بينا. ماشي كطلب منهم ولا باش يكون عندهم هذا الشيء في القلب حتى هما، ويعرفوا بالله الا خدمت هذا الشيء هذا راه ضايعين حتى هما. الخدامه اللي كيخدموا عند الفلاحه خص تكون عندكم شويه ديال العزه ديال النفس وتسمحوا بديك الخدمه وتجيو معنا. انا الزوج تاع الحساني خديجه الله ومحمد، لان هذه المراه نتاعي راها معتقله في الباطل، وهذه المراه لان كانت اعتقلت هي ولادي الله ويوسف والله وخالد، وكاين واحد الاخ حتى هو معاهم باقي في حاله الاعتقال، لا هو ولا هي، والوليدات طلعوا تلقوهم لان عندهم الصراح، تلقوهم صراح مؤقت وهي باقيه معتقله.
ولكن هذه المرأة كان نشوف أنا أعلم المعتقلة لأن عندها وثائق نتاع الأرض، أحكام أرض نتاعها نتاع أبوها وجدها ما كيسلم حتى شي واحد، وهاد الناس لأن هاجمين لها على هاد الأرض حطوا لها فلوس في الصندوق لأن ماشي الأرض نتاعها، علاش حاطين لها الفلوس؟ علاش كيجيو بلي أنك خصك دير معنا شي حل، دير معنا غير شي حل، يدحيو لها الناس، يدحيو لها كل شيء، وفي التالي قبضوها اعتقلوها هباء منثورا. خصنا نعرفوا احنا هاد الناس الا ما هاد الارض ماشي نتاعها هي، الا ماشي نتاعها هي، العداله تعطيها غير شي وثيقه بلي ان ماشي الارض نتاعك ما غاتش تدور فيها وما تقرب لهاش بصفه نهائيه، ما تدورش فيها كاع. هذا راه ظلم 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 بزاف ماشي غير شويه. ونطلبوا الله ياخذ الحق، هذا ما نطلبوا عن سيدي ربي، نطلبوا الله ياخذ الحق فهاد الناس هادو، هذا ما نطلبوا. والسلام عليكم. هاد الاحكام راه صدرت باسم صاحب الجلاله. اذا ما فهمناش ما فهمناش هاد الفضيحة اللي حنا الآن فيها، ما فهمناش. ها هي المحكمة كتعمر معمور التنفيذ وراه صيفطاتو لعبي حجارة، مشاو قلبوا على هاد مول الشركة في العنوان ديالو فولاد ميمون، ما لقاوش شي تماك ذاك العنوان، داير العنوان ولكن ما كاينش فيه، باش تعرفوا بلي هاد الشركة عليها ألف سؤال وسؤال، شكون هو مولاها؟ نشوفوا شنو غادي يدار، غادي نرجعوا في هاد المسيرة للجماعة ديال ولاد السوس، غادي نثبتوا تماك الاعتصام ديالنا في انتظار يتصلوا بينا شنو دار. إلا كانوا حجوا على هاد الشركة هاد النهار وفرغوا الماتريال ديالها، شكرا للقضاء المغربي، شكرا للعداله المغربيه.